انا في نظري ان المساله كل مساله ديال التسيير، ان كما ان المراه تقدر انها تسير مثلا واحد المنشاه مثلا صناعيه ولا داك تقدر تسير الدار. فالتسيير ما مرتبطش دائما بما هو خارج الاسره وخارج المنزل. فالتسيير ايضا كيرتبط، تقدر تكون ان امراه ما خداماش ولكن التسيير ديال المنزل والتربيه ديال الابناء تقدر تكون ماشي هي هذيك. فمن وجهه نظري ان ما اثير مؤخرا حول هذا الموضوع، فالمراه تقدر انها تربي ابناء واخا تكون هي خدامه. وخير دليل ان احنا ما نحتاجوش اننا نناقشوا هذا الموضوع، لان هذا الموضوع كيفسر راسو لراسو. كنلقاو ان مثلا اطر اللي خدامين وابناء ديالهم الان راهما اطر ايضا. فهذا خير مثال اللي كيعكس الواقع ديال هذا الموضوع هذا. ما متفقاش معاهم في هذه الهضره وان بليس دو سا كاينين العيالات اللي كيكونوا خدامين وقادمين بالمسؤوليه ديال ولادهم وملتزمين بالدار بكل شيء. كاينين انا خواتاتي خدامين ومربين ولادهم تربيه حسنه والصلاه والدين كلهم وحافظين القران. العكس هذوك اللي كيكونوا والديهم باركين في الدار. كتلقى الام باركه في الدار وكتلقاها ما مربيش ولادها مزيان. انطلاقا من تجربتي في الحياه كنشوف ان المراه العامله كتكون حسب، كاين المراه المهمله كاين المراه اللي كتقدر تاخذ المسؤوليه ديالها في تربيه الاولاد ديالها. حسب الناس، كاين اللي كتخلي ولادها مثلا الخدامه في الدار والخدامه هي اللي كتصرف كيما بغات، ولا كيتناوبوا بزاف الخدامات على تربيه هذاك الطفل. كيكبر الطفل عنده واحد الشخصيه خايد بزاف من بزاف النساء، بينما الام ثاني اللي كانت في الدار كنظن بواحد النسبه كبيره غادي تقدر تفوق في التربيه ديال الابن ديالها. ولكن كاين شروط خاص هاد الام تكون منضبطه، حيت في الحاله اللي ما كانتش هاد الام منضبطه راه طبعا الطفل غادي يخرج حتى هو الهاويه. كاين كتدي ولادها عند مربيه، هذاك غلط كبير اللي كيديرو، تحطو عند اختها، تحطو عند شي حد كتعرفو من العائله كتطمئن عليه. المشكل اللي كاين هو ان المراه اللي كانت في الدار كتربي مثلا اربعه الدراري، هذا مهندس، هذا طبيب، هذا معلم، هذا استاذ. إلا كانت مرأة ناضية كتربي لك أربعة الدراري زايدين في البلاد ياك، وإلا خرجت للعمل والعمل ماشي مهم، لأن كاين العمل فيه اللي هو مهم واللي هو غير مهم. مثلا طبيبة ما نقولوش ليها جلسي في الدار، مثلا وحدة في الشرطة اللي كتعمر العيالات وهذا ما نقولوش ليها جلسي في الدار. لهذا فماشي مسألة ما تخدمش ولا ما تخدمش، وهو داك العمل واش مهم للمرأة.